قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا اللي متابعينا. عملت لكم قبل كده الحلقة اللي فاتت شغل الخشب الكمبيوتر أو الـ MDF اللي هي كانت الأول خطوة اللي هي كانت التأسيس بتاعها إن احنا رشناها الصلة الروتان، وأنا قلت إن دي الطريقة الخاصة وأنا شايف إن هي أفضل طريقة في تأسيس الـ MDF وتديله قوة وصلابة خلي فيه مرونة، يعني يكون يستحمل عوامل الاحتكاك وعوامل الجو كلها. تمام، النهارده ان شاء الله هنخش في مرحلة التصفية او مرحلة الصنفرة. طبعا الصنفرة زي ما احنا شايفين دي صنفرة 180 عشان خاطر برضه ما تبقاش خشنة على الشغل قوي. طبعا الوش اللي احنا عملناه في الحلقة اللي عدت اللي هو السلة والبروتان بيخلي الحتة اي غوايش اي حاجة بيخليها تنشف معاك بتبقى عاملة زي المسامير، بس مجرد ما تمشي عليها الصنفرة بتنعم وبتطير معاك، وهو ده المطلوب. يعني لو اديت سيلر عادي سيلر نيترو مش هينشف معاك الخشب قوي، تمام، او مش هينشف معاك الغوايش دي قوي، وهي المطلوب ان هي تنشف ويبقى فيها عصب جامد بحيث انها لما ماشي الصنفرة تطير الزيادات بس. تمام، زي ما احنا شايفين هو طبعا هو شغل الMDF ده شغل مؤلف جدا بصراحه، ويعني عايز صبر لانه كله صنفره ولازم بتلف على الحلاقه كلها وبتلف على المزانه كلها. يعني هو فيه بصراحه مجهود كبير جدا حتى في رشه وكل حاجه. طبعا يا جماعه زي ما احنا شايفين هو الMDF بيبقى فيه غوايش في البناء بتاع حفر الكمبيوتر. طبعا احنا نشفناها كويس بالبوليستر او سلاو البوليتان. هوري لك حالا هتشوف معايا زي ما احنا شايفين اهوت في روايش بسيطه خالص، شايفين هتلاقي هركز لك عليها دلوقتي اهي، شايفين الروايش البسيطه ديت مع السلاو البوليتان بتبقى خلاص خدت صلابه، بس مجرد ما تمشي عليها الصنفره تطير معاك تنكسر معاك. اما لو انت اديت سيلر نيترو عادي، يعني مثلا هنجرب حته اهيت زي ما احنا شايفين، خلاص ساعه ما بتمشي عليها الصنفره بتطير معاك وبتنعم، لكن لو انت مدي نيترو مش هتطير معاك ولا هتنعم، هتنعم بس هتيجي ترش تاني هتلاقي يظهر لك روايش تاني. فافضل حاجه في الام دي اف اللي انا شايفه السيلر البروتان او البوليستر، واللي افضل من البوليستر في الشغل ده السيلر البروتان، ما بيعملش لحميه وبينشف بسرعه ويخليك تصفي تاني يوم او في نفس اليوم عادي، وفي نفس الوقت بينشف الحته الرايش ديت كويس جدا، يبقى سهل ان انا امشي عليها الصنفره تطير معايا. طبعا اهم حاجه في الشغل ده الصنفره او التصفيه، زي ما احنا شايفين هي بتبقى مقرفه وبتاخد شغل كتير جدا، بس ان شاء الله النتيجة الحمد لله النتيجة كويسة جدا. هنا خلاص بدأنا في ان احنا ننظف الاول الشغل من العفرة والغبار وكده بمسدس الهواء، بعد كده هنبتدي رش ان شاء الله في الشغل اللي هو بتاعنا ده. الدرجة اللي احنا هنعملها درجة اسمها كبد الحوت، او هي درجة دوكو غامقة بس مدية على سنة حمار خفيفة لكن ما تبانش،
لو هنغمق مش هتبان، بس هي اسمها درجة كبد الحوت. طبعا بنجهز الشغل بتاعنا. من اهم الحاجات او من اهم شغل الرش، الحاجات الصعبة جدا اللي هتقابلك شغل الكمبيوتر ده. بصراحة يا جدعان يا جماعة، هو يعني بيزهق جدا 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 في الرش، لان لازم تجيبه من كل ناحية وتلف حوالين حتة الخشب وتقلبها مرة واتنين وتلاتة واربعة وعشرة، علشان خاطر ان انت مفيش حاجة تفوت منك. ممكن في ناس تشوفه وتقول يعني ده ما ياخدش حاجة، ده شغل سهل وكده، لكن لا، هو شغل محتاج. هو كل حاجة طبعا الحمد لله مع الخبرة سهلة، ولكن هو شغل مش سهل ولا بسيط زي ما حضرتك متخيل. لا، هو شغل فعلا صعب، سواء في صنفرة سواء في دهان، في كل حاجة. فالحمد لله ربنا المعين، الحمد لله الشغل طلع كويس، واحنا بنصبر عليه، واحنا بالنا طويل معاه، ومع حتة الخشب بالذات، لان انا بعشق الخشب وبعشق ان انا اطلعه كويس. فانا معاه يعني، انا بصبر معاه، مفيش اي مشكلة. طبعا زي ما احنا شايفين اهو، ده بعد الشغل مطرش ده يا جماعة، مش اسود، ده لون بني اسمه كبد الحوت، ولكن هو في الشكل كمجمل بيديلك شكل الاسود، زي الصبغة مثلا بتاعة البوليستر او الصبغة بنبقى احنا جايبينها. ما انت مثلا بتجيبها 04 او 07، ولكن لما بتغمق الشغل قوي بيديك على اسود، لكن هو مش اسود. فهي برضه الدرجة اللي معانا ديت كده، حتى تلاحظوا ان هي في البنت او في المسدس اللي انا شغال بيه مدية على سنة بني خفيف. هتلاحظها برضو في الرش، في البداية بتبقى لسه معايا لونها فاتح خفيف، لكن طبعا لما بنغمق وبتلف حوالين حتة خشب من كل ناحية بتديلك درجة داخلة على الاسود، ولكن هي مش اسود. هو الشغل المطلوب برضو ان هي تبقى زي كده.
طبعا يا جماعة زي ما شفنا حتة خشب واحدة انا قعدت اوش فيها قد ايه، وبنجيبها من كل الزوايا، لازم تقلبها مرة واتنين وتلاتة ومن فوق ومن تحت، يعني لازم تلف عليها عشان خاطر في الاخر توصل النتيجة زي ما انت شايفها كده، بدون تسييل بدون تريح بدون اي حاجة. وطبعا ده كله رش، بتاخده غبرة في غبرة في غبرة، مينفعش انت تكبس عليه وما ينفعش انت تجيبه على النايم، لان مطلوب ان الناحيتين الاتنين يبقوا زي بعض، لان انا مضمنش انه ممكن الناحية اللي انا شطبها هي اللي هتبقى فوق او تحت، لا انا مشغلش دماغي، انا شطب الناحيتين الاتنين شكل بعض واريح دماغي من قصة ايه انهي اللي فوق وانهي اللي تحت، تمام؟ مش هتفرق معايا كتير. زي ما احنا شايفين لسه الشغل ده كله طبعا هرشه واوريلكم ان شاء الله الفينش بتاعه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الجبس ده كله، في ناس ما ممكن تسأل الجبس ده هيركب في ايه؟ الجبس ده هيركب في الاخر، او الشغل ده هيركب في الاخر في جبسن بورد. فطبعا كل قطعة ليها مكانها اللي هيركب فيه، وفي الاخر ان شاء الله هنشوفها مع بعض طول ما انتم متابعين معانا. زي ما انتم شايفين دي اول وش عفر اهوت، هتحس ان اللون لسه بني فاتح زي السبغة مثلا اللي احنا بنسبغ بقى في الابواب. فطبعا انا بجيب الحتة الخشب من زاوية مثلا بجيبها من اليمين، وارجع تاني اجيبها من الشمال، وارجع تاني اجيبها من تحت لفوق من فوق لتحت، وبعدين اقلبها واكرر نفس القصة من فوق لتحت ومن فوق لتحت وهكذا. بتنك تلف على حتة الخشب، لان ده كله شغل اسلامي او شغل في مزانق كتيرة، فبيحتاج صبر وبيحتاج مجهود كبير في الرش، ان انت لازم تلف عليها من كل ناحية زي ما انتوا شايفين كده اهوت. انا بقلبها واجيبها من كل ناحية وارجع، يعني ايه بتاخد مراحل كتيرة جدا، علشان في الاخر لما تتعلق او لما تتحط ما يظهرش فيها اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده نازل من فوق لتحت اهوت، وبعد كده خدت من الجنب تاني اهوت من الشمال لليمين، وارجع تاني اخد العكس من تحت لفوق ومن اليمين للشمال. فلازما بتلف على حتة الخشب عشان خاطر المزانق اللي فيها دي كلها. وزي ما انتوا شايفين في مسافة كبيرة بين المسدس وبين الشغل، لو قربت المسدس اكتر من كده الشغل هيسيل معاك وهيحصل معاك مشاكل مش كويس. زي ما انتوا شايفين كده ايه، دخلت في زاوية 45 من تحت وانا طالع فوق، خدت بال حضرتك؟ والعكس برضو نفس الحكاية، زاوية 45 واخدها برضو لحد فوق. هنخلص على كده؟ لا طبعا مش هخلص على كده، زي ما انتوا شايفين قلبتها تاني وهرجع اكرر القصة تاني. مفيش مشكلة انا معاها، لازما ان انت في الاخر انا لقيتها لسه طرية فهسيبها تشد شوية وارجع ارد عليها تاني. في القطعة الصغيرة اللي زي كده ما تستعجلش عليها، القطعة الصغيرة نسيبها تشد شوية، احنا كده اديناها مثلا ايه وش عفرة، وهنسيبها بعد ما شوية هنجيبها تكون شدت. البوية طبعا بتاعتنا بوية نيترو، بتنشف بسرعة، بتنشف بالهواء، ف بعد شوية هتكون شدت، نجيبها ونشتغل عليها تاني، لان انا شايف ان انا لو حملت عليها اكتر من كده هتسيل مني او هيحصل مشكلة، فانا ما استعجلش عليها، ما انا معايا غيرها كتير، اركنها واجيب غيرها واخلصها وارجع اجيب الاولانيه وارد عليها تاني، خدت بال حضرتك؟ فما نستعجلش عليها. زي ما احنا شايفين اهوت برضو بجيب مثلا من اليمين للشمال ومن فوق لتحت نفس اللي عملناه قبل كده، بنكرره تاني. طبعا هو مفيش حلاوة من غير نار زي المثل المعروف اللي احنا بنقوله، فالحاجة ما كنتش تتعب فيها وتجتهد فيها مش هتاخد الفينش اللي انت عاوزه، او مش هتاخد الجودة اللي انت محتاجها. فانت علشان تحصل على الجودة المطلوبة لازم ان تتعب ولازم ان تجتهد ولازم ان انت تشغل دماغك في الحاجة اللي انت شغال فيها وتركز في شغلك كويس جدا، فعلشان تطلع بنتيجة كويسة سواء في أخشاب سواء في جدران في أي حاجة. يمكن أنتوا بتشوفوني بركز كتير في الأخشاب، لأن صنعة الأخشاب صنعة فيها أسرار كتيرة جدا، فيها غموض كتير جدا،
مش اي حد بيديلك الاصابع المهنة بتاعته او بيديلك الحاجات اللي هي ممكن بيقولوا عليها يعني سر الصنعة او سر الحرب يعني، خدت بالك؟ فانا طبعا يعني ايه ما بقتنعش بالكلام ده. انا ممكن بدل ما اعلم واحد معايا اعلم 1000 2000 معايا، ايه المشكلة؟ ممكن انت تشوف الفيديو تاخد معلومة منه، المعلومة ديت هتساعدك في شغلك وهتعلمها لغيرك ولغيرك وغيرك، فطبعا دي حاجة كويسة جدا يعني، مفيش حد هياخد حاجة من الدنيا معاه. برضه هنا نفس النظام في القطع الصغيرة دي بنلف عليها من كل ناحية. طبعا هتشوفه لسه في حتت غامقة وحتت فاتحة عادي، طول ما انت بترد عليها هتنهي لحد ما توصل للنتيجة اللي انت عاوزها بدون تسييل بدون تريح بدون اي حاجة. فلو كبستها مرة واحدة هتسيل معاك، مش هتستحمل ان انت هتلفها مرة واتنين وتلاتة، فانت بتاخدها في الاول على الهادي واحدة واحدة، او زي ما احنا شايفين انا قلبت وارجع اجيب الزاوية دي التانية او اجيب الجنب ده. طبعا شغل الخشب او شغل الباب والشبابيك اسهل من كده كتير جدا. ليه؟ لان حتة الشغل واقفة قدامك طالع نازل ما فيهاش مزانق كتيرة زي دي كده او حلاقة كتيرة زي دي. فالشغل اللي زي ده محتاج احترافية في الرش، محتاج يكون عندك خلفية او تكنيك كويس في مسكة المسدس وفي الفينش بتاعك. وزي ما انا قلت يا جماعة في الفيديو اللي عدى، انا بنصح في الشغل اللي زي ده ما تشتغلش بالبويا الفرن، اشتغل بنيتو. انا اشتغلت بالفرن كتير، لازم يكون الشغل على النايم، مش هينفع ان انت تشتغل على الواقف زي ده كده، هياخد منك وقت هياخد منك مجهود. طيب دلوقتي مثلا عم ابراهيم هيجي واحد هيسألك هيقول لك دلوقتي يا عم ابراهيم لو انا عايز اشطب الشغل اللي ده اشطبه فرن، هقول لحضرتك حاجة دلوقتي. لو انت عاوز تطلع نفس الشغل ده بالبويا الفرن، يبقى بعد ما تخدمها بالبويا النتو زي ما انا شغال كده، سواء بقى مثلا هتعملها ابيض هتعملها مثلا رصاصي هتعملها اي لون، خدمها الاول بالبويا النتو كويس وشبعها كويس من كل ناحية. ده عن تجربة يا جماعة، عشان ما تقعش في الحاجات اللي انا كنت بقع فيها، او علشان خاطر الاخطاء اللي انا عملتها انا بخليك تتفاداها. تمام؟ لو انت عايز تشطب الشغل ده بويا فرن مفيش اي مشكلة، هخليك تشطبه باقل كمية بويا بجودة عالية جدا وبرضه على الواقف زي ما احنا شغالين كده. بعد ما هتخدم الشغل بتاعك بالبويا النتو، لان البويا النتو بتجف بالهواء، اما البويا الفرن بتجف بالمصلب، فبتاخد وقت شوية في الجفاف. البويا النتو سريعة الجفاف، في خلال 5 دقايق بيكون الشغل ناشف معاك، اما في البويا الفرن بتاخد طبعا وقت شوية وكده. فبعد ما تخدمها كويس وتجيب المزانق بتاعتك كلها واصبحت الحتة الخشب قدامك مش محتاجة حاجة تاني، في الحالة دي هنجيب بويا فرن، هنجيب الدرجة اللي احنا عاوزينها. او يبقى اقل كمية بويا فرن هتجيبها هتروح مغبر الشغل بتاعك على الواقف زي ما احنا شغالين برضو كده، لان انت خلاص انت المزانق بتاعتك انت جبتها وحتة الخشب اتشبعت ونشفت. يبقى بعد كده هنفوت عليها فوتة سريعة بالبويا الفرن، هتديني اللمعة اللي انا عايزها، وفي نفس الوقت مش ههدر كمية بويا كتير. بدل ما انا مثلا ههلك في حتة خشب وليكن مثلا كيلو، لا انا هاخد فيها مثلا ربع كيلو بويا فرن بس، بدل ما ههلك فيها الكيلو كله لا هاخد فيها ربع كيلو، وهتديني جودة اعلى من اللي انا هحط عليها الكيلو كله. تمام؟ بس بعد ما اخدم بالبويا النتو واظبط حالي بعد كده اجيب البويا الفرن وافوت عليها فوتة، بحيث ان انا ايه خلاص يبقى زي وش تلميع كده، يديني اللمعة اللي انا عايزها او الفينش اللي انا عايزه من غير ما احمل على الشغل. ايه اللي هيخليني احمل عليه؟ ما هو اللي بيخليك تحمل انت بتقعد تجيب المزانق دي كلها، فغصب عنك بتحمل. وانا دلوقتي خلاص انا شبعتها بالبويا النترو، بعد كده لما فوت عليها بالبويا الفرن ف
فانا مش محتاج ان انا احمل عليها تاني، ومش محتاج ان انا اقعد اقص على المزانق او كده. اقل عفره هتيجي عليها من البي ار فون هتديها اللمعه بتاعتها وهيطلع معايا الفينش كويس جدا. ولكن طبعا انا بتكلم الكلام ده لو شغل واطي او في بارتيشن او في اي حاجه بمستوى الشخص اللي واقف، انما الشغل ده كله طبعا شغل في العالي او شغل هيركب على جبس، مش محتاجين ان احنا نديله البي ار فون. ولكن لو انت عندك بارتيشن هيتشطب زي كده طبعا الفينش بتاعه، خليه بويا فوق بنفس الطريقه اللي احنا قلنا عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها، قد انزل ربي القران نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها.